بستعجب الحقيقة يا أخ نزار والدكتور من إني إزاي الإنسان قدر يتطاول على أن الله كلي القدرة يتقال عليه إن هو مش موجود، لأن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وجاي في نفس المزمور بيقول ناموس الرب يرد، الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. لو انت جاهل ومش وبتجهل وجود الله، عايز اقولك ان السماوات بتعلن وبتقول، لكن لازم نبقى عارفين ان لو هم الانسان رفض الله هيأسلمهم الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. الحقيقة هم نامين ومفتريين ومبغضين الله، سالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرور، ودول كلهم مرفوضين. وبسبب الرفض ان هم مرفوضين بيشوفوا اي شماعة يعلقوا عليهم إلحتهم، لان هم بيكسروا الميزان اللي بيوزن وبيقول ان الله ليه قوانين، واحنا عايزين نقول القوانين دي احنا مش تابعين ليها، عايزين نعمل كما يحلو لنا. والرب يرحم ويفتح العينين، لان احنا في جيل معوج وشرير. لما بنرفض كلمة الله احنا زي الزرافة اللي بتحط نظارة على شمس، نظارة شمس سودة، وتقول الشمس مش موجودة، لكن الحقيقة الشمس موجودة. والرب يبارك. شكرا. طبعا الرسول بولس شرح الكلام ده في روميا اصحاح واحد طريقة جميلة قوي، ان الله اعلن ذاته في الطبيعة لكنهم عملوا ايه؟ suppress the knowledge of God، يعني مش عايزين الله في معرفتهم. exchange the knowledge of God، يعني استبدلوا مجد الله بمصنوعات يعبدوها. فالإنسان عايز يعبد من البداية لأنه خلق على صورة الله، وتكتمل حياته لما يشوف الله الحقيقي ويعبد. عشان هيك أنا سألتك أنه الإلحاد ديانة على أساس هي فكرة الدين، أنه الإنسان يبحث على قوة تانية، بينما الإلحاد يرفض. هو عايز قوة داخلية فيه. يعني الدين بتاعه أنه هو بقى هو إله نفسه. عشان كده سمي نفسه فلسفة أو دين يعني.